حلقتنا النهاردة مع بطلة بتبدأ كفاحها مع الفجر، لأنها بتصطحب ابنها محمد في الفجر للتدريب والمدرسة. قصة كفاح بتتحدى سكون الشارع ونباح كلابه، لأنها بتصطحبه في مشوار كبير من التجمع لنادي أهل الجزيرة ومن أهل الجزيرة للمدرسة. قصة بطولة جديدة هنعيشها الليلة مع البطلة بتاعتنا في البطولة أمهات. نتعرف النهاردة على بطلتنا أستاذة مروة محمد عكاشة، والدة محمد مشهور يحيى، بيلعب سباحة، هو مواليد 2005 وبيلعب في النادي الأهلي من يمكن من هو 4 سنين تقريبا. مين اختار لمحمد لعبة السباحة؟ صراحة هو محمد في بداية حياته زيه زي اي طفل لعب رياضات كتير، لعب سباحه، لعب فروسيه، لعب جمباز، جرب رياضات كتيره قوي، بس هو كان متميز اكتر في السباحه، لان هو يعني مش انا اللي اخدت بالي، المدربين هم اللي اخدوا بالهم ان هو كان متميز في لعبه السباحه جدا، وهو اللي اختار لنفسه تقريبا ان هو يكمل اساسا بالشكل ده، لان ما حدش كان مرتب ان هو هيبقى في يوم من الايام بطل وبيحقق الميداليات او الكؤوس او الكلام ده. فبصراحه هو اللي يعتبر اختار لنفسه اللعبه اكتر من اي حد، احنا جربنا العاب كتير. احكي لنا يومك بيبدا ازاي من اول ما بتصحي الصبح، وشنطه التمرين بتاعت محمد محتوياتها بتبقى ايه؟ وكلميني عن اليوم ده بيبقى شكله ايه بالنسبه لك؟ الصراحه اليوم خاصه اللي بيبقى فيه تمرينات في الفجر بيبقى يوم صعب جدا، لان بنصحى تقريبا حوالي الساعه 4 الا ربع، ويومنا بيبدا من الساعه تقريبا 4 تقريبا، بنطلع على تمرين الفجر، ومن تمرين الفجر اللي بيبدا من 5 ينتهي حوالي الساعه 7:30، نطلع بعد كده نبدا يومنا بقى الدراسي، نطلع على المدرسه. محمد بيحضر اليوم الدراسي عادي جدا، وبعد الدراسه بروح اخده من المدرسه، فطبعا تحضير بقى ان الواحد يحضر اللانش بوكس بتاعه المدرسه، او ان هو يحضر وجبه خفيفه قبل تمرينه الفجر، او ان هو اصلا يقدر يواصل اليوم بتاعه بادئ من الساعه 4، وفي نفس الايام اللي بيتمرن فيها الفجر بيبقى فيه تمرين تاني في نفس اليوم سباحه برضو بالليل، فيعتبر اليوم بيبقى طويل وتقيل جدا. والايام اللي ما بيكونش فيها عندي تمرين في الفجر بيكون يوم محمد بيبدا عادي جدا يوم دراسي، بيروح على المدرسه، ومن المدرسه بيبقى لازم غداه جاهز بسرعه جدا، ان هو ياكل غداه بسرعه، واوقات في العربيه كمان ممكن اروح اخده من المدرسه وانا معايا الغداء بتاعه، ونطلع بيتمرن فتنس، وبعد الفتنس بيتمرن سباحه، وايام كمان اوقات كتير بيكون في امتحانات وكده، فهو اليوم بيبقى طويل شويه مع السباح، بس الحمد لله. بتوفقي ازاي ما بين دراسته وتمارينه؟ موضوع الدراسة مع التمارين بيكون موضوع صعب شوية، لأن التوفيق ما بين الدراسة وخصوصا لعبة السباحة، لأن هي بتاخد وقت كتير جدا، وعدد التمارين والوحدات بتاعتها كتيرة جدا مع الدراسة، فالموضوع بيكون صعب، بس الموضوع كله بيعتمد على إن السباح هو اللي لازم يقدر اكتر ان هو ينظم وقته، وطبعا انا بساعده في تنظيم الوقت جدا، لان ان هو لازم في اوقات كتيره جدا هيضطر ان هو يذاكر في العربيه، في اوقات كتيره جدا يقعد ما بين التمرينين يقعد يحل هوم ورك او يذاكر، وخصوصا لو هو مثلا عنده كويزات او عنده امتحانات او الكلام ده. فهي الفكره كلها ان تنظيم الوقت ما بين الدراسه والسباحه صعب، بس لازم يكون هو نفسه متحمل المسؤولية، ويكون عايز ان هو يقدر يواظب ما بين الدراسة والرياضة بصفة عامة.
هي لعبة السباحة مهمة وضرورية جدا لكل الناس، سواء هو كمل فيها وبقى بطل أو راح لعبة ثانية بعد ما اتعلم سباحة واتمرن لحد سن 10-11 سنة، ده بيحصل كتير قوي. لكن هي لعبة مهمة جدا للإنسان وبتفيده بعد سن الأربعين والخمسين في حياته. يعني كل الناس اللي كملت سباحة بيبقى صحتهم أحسن بفضل الله، يعني غير الألعاب التانية، بولي وباسكت وهاندبول وكده. فالسباحة لعبة شاملة بتحرك كل عضلات الجسم وبتفيد الإنسان في حياته، لأنها بتخليه يصحى بطريقة منتظمة الفجر ويتمرن الصبح وبعد الظهر، يبقى بتعلمه الالتزام والصبر والقوة. يعني السباحة لعبة بتتمرن من الصبح وبعد الظهر، فالمعاشرة معانا بالسباحين وأهاليهم بتاخد وقت طويل، فبنبقى عارفين عنهم كل حاجة وقاعدين معاهم وقت أكتر، يمكن أكتر ما بنقعد في شغلنا العادي أو مع أهالينا. يعني الولاد دول بيبقوا ولادنا من هم صغيرين لحد ما يكبروا، شايفينهم كل يوم صبح وبعد الظهر، فالحياة ما بيننا فيها اتصالات كتير جدا وتعاون. يعني انا اسمي محمد مشهور، مدرسه جرين هايتس. انا دخلت السباحه من وانا عندي 7 سنين كده يعني، وانا كان خالي كان بيلعب سباحه ومامتي حببتني برده في السباحه، ان قعدت تقول لي ان هي لعبه نظيفه ما فيهاش عنف ما فيهاش اي حاجه، تختلطش بناس مش كويسه وكده كتير، وانا الصراحه بحب السباحه فلعبتها. محمد مشهور من السباحين التالنت اللي هم قليلين جدا في بلدنا، واحنا في مصر الحمد لله ابتدى يبقى عندنا سباحين وصلوا للعالميه زي احمد اكرم وفريده عثمان وعلي خلف الله، في ناس كتير قوي موجودين على الساحه العالميه دلوقتي، وان شاء الله محمد مشهور من ضمن الناس اللي هيبقوا موجودين في ضمن منتخب مصر، لانه سباح بريست سباحه الصدر. يعني هو سباح تالنت جدا، عنده ارقام قويه، عنده 30 في ال 50 بريست، عنده دقيقة، عنده في المية على ما أتذكر دقيقة 9 أو دقيقة 7 في آخر بطولة عملها لما سافر بلغاريا. محمد من الناس اللي يتمتعوا بخلق جيد جدا، ودي أهم حاجة في الرياضي، بيتمتع بعد التمرين بيسمع الكلام، بيحاول ينفذ المطلوب منه كويس جدا، بيحاول كمان يضيف من عنده إضافات، والاضافات دي بقى هي اللي بتبقاش في كل الممارسين للرياضه، الاضافات دي بتبقى عند السباحين اللي هم محتاجين يوصلوا عندهم تارجت، هو عنده تارجت ماشي وراه وعايز يوصل لمكانه معينه مرتبه معينه في السباحه دي بالذات في عمق الصدر، يعني لان هو تالنت فيها جدا. وهو محمد ان شاء الله يعني ان شاء الله يبقى مستقبل مصر القادم ان شاء الله في السباحه، ويشرفنا ويشرف نادي الاهلي ان شاء الله. انا في الاول كنتش عايز العب سباحه، بعد كده هي كانت بتشجعني وبتوديني التمرين، حتى لو انا بقعد اعيط كنت على السرير ومبرضاش انزل، وقبليها كمان بيوم يعني عارف ان عندي تمرين بكره، قبليها بيوم ببقى متضايق اصلا، وهي كانت بتقول لي عشان مصلحتك وهتفهم كده لما تكبر شويه، ولما كبرت شويه فهمت ان هي كانت بتعمل كده ليه، وهي كان ليها طبعا دور كبير جدا في ان انا اوصل لهدفي، ولسه ان شاء الله كتير. يعني الام يعني كل حاجه في السباحه، احنا بعلاقتنا بالتدريب وشغلنا في النادي، يعني احتكاكنا بولي الامر معظمهم 80% منهم فعلا بيبقوا من الامهات مش من الاباء، لان الام هي اللي بتبقى على طول بتبقى يعني ما بقاش عندها شغل، بتبقى ربه منزل، بتتولى الولد من اول ما يصحى من النوم الساعه 4، الكلام ده 4:30 الصبح الفجر قبل صلاه الفجر، وبتحضر له الفطار، بتجيبه على التمرين، بتفضل مستنيه لحد ما يخلص التمرين خالص،
عشان يبتدي حياته الثانيه، الحياه الدراسيه. طبعا الام بتجهز له مواعيده التمارين، وبتجهز له مواعيد المدرسين، بتجهز له كل حاجه. ما انا صح يعني الام دي تعتبر هي السكرتيره للرياضي المتفوق، هي كل حاجه. يعني الرياضي من غير الام بجد يعني يا جماعه يعتبر ناقصه حاجات كتير جدا، لان الام عليها ازاي تاكله، ازاي تنيمه، ازاي لو تعب هي كمان بتاخد دور الدكتور، لان السباح لو تعب لازم يبقى في حاجات كده ما ينفعش يخش على المضادات الحيويه الانتيبيوتكس، لازم في حاجات تتاخد الاول عشان ما يطولش معاه الدور، عشان ما يقعدش اكتر من يومين بره التمرين. فطبعا الام هي كل حاجه بالنسبه للسباح او بالنسبه للرياضي عامه. أصعب فترة عديتي بيها مع محمد في تمريناته أو في بطولاته؟ بصراحة هو في أوقات كتيرة عدت على الواحد كانت صعبة، وخصوصا التوتر والتعب اللي بيبقى الضغط النفسي أو كده قبل أي بطولة بصفة عامة وتوتر. بس هو جاله فترة كان عنده بطولة مهمة قوي، وقعدنا نستناها فترة طويلة، وكانت هي مهمة بالنسبة له جداً، وكانت من ضمن أحلامه وطموحاته إن دي تبقى أول سلمة أو أول خطوة ليه في حياته. وربنا أراد إن هو عيه تقريبا قبل الفترة دي بحوالي 10 أيام، تعب شديد جدا وسخن، والفترة دي ساعتها إحنا تعبنا جدا وقلقنا عليه جدا صحيا قبل أي حاجة، يعني أكتر من البطولة أو أي حاجة. وتعب وقعد تقريبا حوالي 6 أيام كاملين. محمد كان عيان جامد جدا، وقبل بطولة بالنسبة له كانت مهمة جدا، وتعتبر أول بطولة أفريقية محمد كان يخشها. مدة البطولة الأفريقية اللي هي بالنسبة لك أهم بطولة وبالنسبة لمحمد كانت قد إيه، وكنت بتعملي إيه وهو مسافر؟ مدة البطولة كانت تقريبا حوالي، البطولة الأفريقية كانت حوالي 6 أيام تقريبا. وانا بصراحه ديت كانت اول بطوله ليا اسافر فيها مع محمد، يمكن كان في بطولات قبلها وبطولات بعدها وما انا ما كنتش سافرت معاه، بس انا سافرت مع محمد كنوع من التشجيع وكده، والحمد لله ربنا كرمه وحقق مراكز كويسه جدا. ومحمد حقق في ال 50 بريست وال 100 بريست وال 200 بريست ميداليات فضه، وكان المنافس وقتها في البطولة الأفريقية منافس قوي جدا، لأن هي كانت جنوب أفريقيا كانت من أقوى المنافسين، وهم تقريبا كانوا مسيطرين على البطولة سيطرة كاملة جدا. والمنافس ساعتها كان لمحمد من جنوب أفريقيا، وأخذ هو مركز أول ومحمد أخذ مركز ثاني، بس الحمد لله. تحمل محمد للمسؤولية شايفة ازاي؟ وهل الرياضة تأثير فيه ولا هو طفل مسؤول بطبعه؟ الصراحة هو محمد طبيعته أساسا من وهو صغير، طبيعته شخصيته كده تقريبا ان هو انسان مسؤول، بس احنا كنا من وهو صغير بنتفق وبنتفاهم في حاجات كتيرة جدا، وعودته ان هو في حاجات كتيرة قوي لازم يفهمها ويفكر فيها عشان يعرف يتحمل مسؤوليتها أساسا. فأنا شايفة أن هو محمد يعني بيتحمل مسؤولية كويس وبيعرف يفكر كويس من وهو صغير، الحمد لله الحمد لله. السباحة من أشيك الرياضات على مستوى العالم، لأن هي بترسم جسم البني آدم، لأن هي بتشغل عضلات الجسم كلها. ويعني اللي يشوف السباحة من بره غير اللي يبقى جوه الموضوع، لأن السباحة بيبقى عندهم تمرينين في اليوم الواحد، تمرين قبل المدرسة وتمرين بعد المدرسة، فالموضوع فيه مشقة جامدة جدا على ولي الأمر وعلى السباح.
بيبقى الموضوع مش سهل، لان هو بيخلص تمرين بالذات في الشتاء بيروح على المدرسه، بيطلع من المدرسه بيبقى عنده تمرين فيتنس، وممكن يبقى عنده بعد تمرين الفيتنس تمرين ميه تاني، فهو ممكن يبقى بره البيت طول اليوم معظم الوقت بره البيت بسبب ان هو ممارس للرياضه دي. من ضمن الحاجات اللي لازم تبقى عند السباح التركيز في المجاميع اللي احنا بنعملها له وبنطلبها منه، مهم عنده ان هو يبقى بيتمتع بصحه جيده، بياكل كويس، بيتمرن كويس، بينام كويس. مهم ان نبقى احنا لامسين موضوع بيبقى فيه علاقه ما بيننا وبين ولي الامر، يعني بيبقى عارفين ان السباح علاقته ايه باولياء اموره، الاسره شكلها عامل ازاي، في ترابط. بيبقى الموضوع بالنسبه لنا بنحب نتدخل شويه جوه حياه السباح عشان نبقى احنا قاعدين معاه فتره كبيره، فلازم نبقى نقرب منه وبنقرب للاسره عنده عشان لو في اي يعني تخاذل في يوم هو ما قدرش يجي التمرين بسبب ظروف، او زي مثلا ظروف المطره بتاعت امبارح، لو في لازم ولي الامر بيتواصل معايا، وبالتالي احنا بنتواصل مع بعض عشان نوصل في الاخر لمنظومه واحده. هو لاعب ممتاز موهوب، في سباحين بيبقوا موهوبين وفي سباحين بيبقوا مصنوعين، هو موهوب سباح صدر ممتاز وليه مستقبل كويس جدا، وبيعمل في المية صدر دقيقة 7 وفي المتين 32، هو ممكن يعمل أحسن من كده في المتين بكتير. يعني أنا في أول بطولتين كده كنتش كويس في السباحة، يعني كنت مستوايا ولا عادي، كان وحش كمان. وبعد كده سنة يعني كذا بطولة ورا بعض دخلت التتابعات 10-50 وبعد كده 4%، وبعد كده نزلت كده بريست كده نو تايم، ما كانش عندي أي رقم، الثلاث سباقات بريست رحت أخدت فيهم أول وحطمت واحد، فالموضوع كان فرحة لجدتي ومامتي كبير وبابايا وجدي ولعيلتي كلها. إن هي كانت الاتصال دائم معاه ومع الأهل، وإحنا بنطمن عليه في أكله وفي صحته وفي حياته وفي ظروفه، فبنأهل له كل الحاجات ان هو يبقى سباح كويس، وبنسهل له كل حاجه. يعني في تعاون بيبقى ما بين دايما الاهل والمدربين او الاهل والنادي، يعني لان الولد بيبقى ما بينهم الاثنين عامل مشترك. انا حققت مع النادي الاهلي في الفردي من 13 سنه لحد 14 سنه 3 سباقات 50-100-200 بريست، والتتابعات السنة اللي فاتت حطمنا 4% متنوع، والسنة دي لسه يعني في بطولة يعني. في مصر دور أولياء الأمور مهم جدا، لأن هم اللي بيصحوا الفجر وقبل الفجر بيصحوا أولادهم ويكونوا مجهزين لهم حاجتهم، حتى لو الأولاد شاطرين وبيجهزوا حاجتهم بنفسهم، بس الأهل هم اللي بيودوا ويجيبوا، لأن هو اللي بيجيبوا النادي الصبح في الضلمة، وهو اللي بيروحوا أو يوديه مدرسته بعد كده صبح وبعد الظهر. فالاهلي ليهم دور مهم جدا، من غيرهم يعني ما تكتملش عمليه السباحه ولا التدريب. بتجهز لي كنفسيا وكاكل وشرب ونوم وتنظيم مواعيد، وهنروح يعني اماكن ما ينفعش مثلا نسافر قبل البطوله بشهر مثلا، ممنوع كوره، ممنوع حاجات كتير. الامهات لما على مدار السنين يعني بتلاقي لو لقيت الصبح 100 ولي امر بتلاقي منهم 80 ستات، فالامهات هم اللي بيقوموا بالمهمه دي، سواء من الصحيان او يقعدوا في التمرين مستنيين الولد او يروحوه بتاع، الامهات فعلا يعني مستحملين ويقوموا بدور مهم جدا. صحيح الرجاله برضو نفس الحكايه، بس الامهات نسبتها اكتر بكتير. الساعة
السباح بيحتاج غذاء صحي من نمط خاص، احكي لنا بتعملي ايه؟ طبعا السباح اكيد او الرياضي بصفه عامه بيحتاج نوع معين من الاكل او نظام غذائي مختلف شويه، لكن هو نفس اكلنا العادي في كل حاجه، لكن في اوقات معينه لما بيكون في بطوله او كده بنتمنع من حاجات معينه من الزيوت او من الحاجات اللي فيها دهون او الكلام ده في الفتره اللي قبل البطوله، وبنتمنع كمان ساعات من الشوكولاته او من الحاجات اللي هي ممكن بتاثر شويه بطريقه غير مباشره على الرياضه او على السبق بصفه عامه. يعني مثلا عندك المكرونه مضطر ياكلها ان هي مسلوقه وبيضه، الحاجات دي هو بصراحه بيتحمل مسؤوليه فيها وبيضغط على نفسه فيها يعني جدا، وبيحاول ان هو يحقق، يعني ما بيبقاش شايف حاجه غير ان هو عايز يحقق الهدف بتاعه ومش فارق معاه، بالعكس هو بيعمل ده بروح رياضيه جدا وما عندوش اي مشكله في ده. علشان يكون عندك بطل زي محمد بتواجهي مجموعه من الاعباء، اعباء نفسيه، اعباء ماديه، اعباء اجتماعيه، ازاي بتقدري تتغلبي على الاعباء دي؟ بالنسبه للظروف الماديه اكيد طبعا الرياضه لعبه، يعني الرياضه مكلفه، لكن السباحه لعبه اصلا او رياضه مكلفه جدا، لان هي مايوهات اصلا السبق اللي احنا بنشتريها مايوهات مكلفه جدا، نظارات السبق مكلفه جدا، ادوات السباحه بصفه يعني عامه مكلفه. رياضه السباحه بتتطلب ان يبقى في تمارين سباحه وتمارين فتنس، وبتفولو اب على طول ان هو لازم بيعمل كل شويه، بتقيسي وزنه وبتتابعي وبتعرفي الماسلز اخبارها ايه، حجمها ايه، الدنيا ماشيه تمام ولا لا. فهي لا يعني هي رياضه مكلفه، بس طبعا نرجع تاني ونقول ان مفيش اي حاجه ملهاش ثمن، وكل ما بتشوفي طبعا ان ابنك بيحقق طموحه واللي هو نفسه فيه بتبقي مبسوطه وبتنسي بقى اي حاجه تانية. ايه الرساله اللي بتوجهيها لكل ام عشان يبقى عندها في البيت بطل زي محمد ابنك؟ انا يعني ده رايي الشخصي، ان اهم حاجه ان هي تدي له ثقه في نفسه، يعني انت تدي لابنك او بنتك ثقه في نفسه، دي قبل اي حاجه، قبل ما يكون بطل، قبل اي حاجه لازم يبقى هو عنده ثقه في نفسه في كل حاجه، عشان يقدر يحس ان هو شخصيه قادر يعتمد على نفسه، ان هو دايما قادر يعمل، حتى لو انت شايفاه في فتره مش قادر او مش قادر يحقق اللي هو نفسه فيه، لكن لازم تشجعيه دايما، وان انت تحسسيه ان هو يقدر يعمل اي حاجه وان هو اقوى من اي حاجه. شرفتينا وكنا سعداء بيكي، وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، وانتظرونا في حلقه جديده من البطوله امهات.